طبعا من هذا المكان المقدس والمشرف اعتبراني واعتبره كل الشرفاء والاحرار من كل بقاع الارض. اليوم ظهر ان محمد توفيق علاوي يقول كنت اتعامل او اتفق مع لصوص. محمد توفيق علاوي يقول مع لصوص، واحنا قبل 6 أشهر نقول له ترى ذولا مو سياسيين، ذولا لصوص، بس ما حسمع كلامنا. خيرات البلد راحت لغيرنا، خيرات البلد لغيرنا، جيوش عاطلة متعطلة من الخريجين والغير الخريجين. العراقي أصبح الآن في بلد غريب، ابن بلدك المرض والجوع والضيم والقتل والترهيب والاختطاف والتنكيل والتشهير والطائفية. مواردنا هواي، شو تريد من مين أديلك؟ موارد النفط، سياحة دينية، أرض خصبة. الله رب العالمين هاي الأرض خلاها عبارة عن ذهب، لكن وينها؟ الكويت سوت صندوق التنمية المستدامة. تعرف شنو التنمية المستدامة يا أستاذ؟ يعني فلوس الموارد مو بس للمواطن الآن، للآن وللمستقبل. يقول لك هاي فلوسنا مو بس لنا والأطفالنا، همات احنا شفطة الأول والتالي كل أخذوه وبقينا مطلوبين. العجز 51 تريليون دينار عراقي، يعني 40 مليار دولار تبني بلد كامل. 40 مليار تبني بلد، شو نحكي؟ شو نقول؟ وفوق كل هذا ترهيب وترغيب وقتل واختطاف وأمهات الشو... 800 شهيد 20 أو 30 ألف جريح. حرب عالمية ليش تأذينا؟ شبابنا عاطلة متعطلة، جيوش خريجين، مو من حقنا نتظاهر؟ والمرجعية ايش قالت؟ قالت لا يمكن ان تعودوا الى منازلكم الا بعد ان تتحقق المطالب. اسأل، هل تحققت مطالبنا؟ لا، اكيد لا. شلش ارجع البيت؟ ما تحققت مطالب لحد الان، ما تحققت لحد الان. جيش من العاطلين يدور على فرصة عمل ما يلقي. عمالة صارت في الواسطة استاذ، عمالة ومتفضل عليك السياسي، عينك متفضل عليك. ليش يا ابو متفضل عليه؟ 51 تريليون دينار عجز، وين صايره هاي؟ بيا دوله؟ طبعا فساد مالي، فساد اداري، مصاريف لا حساب ولا رقيب ولا حسيب. وين صار القانون الذاتي؟ قانون ذاتي. هسه اذا القانون ما يحاسبك خلي ذاتك تحاسبك. ترى والله تعبنا، عادي، احنا متعلمين العراقيين ان شاء الله، الى ان تتحقق كل مطالبنا، الى ان يكون العراقي تاجر. والله العظيم انا دائما اقولها، المفروض العراقي ما يشتغل هسه، ما حالنا حال الامارات. المفروض هو مدير شركه. يقول احد الفلاسفه، يقول عجبت للمراه ان يخلق حرا فيأبى. حر الانسان، الله خلقه حر، ليش تعوف هاي الحريه اللي الله اعطاك اياها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من احد المعتصمين نجف الاشرف، اسسنا هذا الفريق من داخل ساحه التظاهر. هو فريق تطوعي، نقوم اعمال مهرجان على مهرجان بخصوص الشهداء، والبرنامج الثاني شنو؟ الثقافه، تثقيف الناس بالسلمية. احنا نستمر بالسلمية حتى تحقيق المطالب. مطالبنا تحديد قانون الانتخابات المبكر، رئيس وزراء غير جدلي. بخصوص القطعة الأرض 5000 متر، اكو اشخاص جاي يتكلمون باسم المتظاهرين رايحين لبغداد بانه عندنا شهداء بالثلاجات، شهداء اكتوبر. هذا الشيء غلط وماكو كذب. يردون يتاجرون بدماء الشهداء والشباب، بدماء الشباب، انهم مخصصين لهم مزير البيئة، مخصصين لهم 5000 متر قطعة ارض 5000 متر باسم الشهداء اكتوبر. المنطقة اللي محددين لهم اياها هي الطارات، طارات النجف. احنا لا نسمح اي شخص او اي جهة او اي كان
يطالب بأي شيء إنه بالشهداء، وهو كله كذب بكذب، كله بوق وبيع ويتاجرون بك أمور. ونحمل مسؤولية وزير البيع ومدير البيعة النجف، مدير التراث، تراث الآثار، الآثار مدير البلدية، محافظ النجف الأشرف، النائب مات هاشم القرعاوي، قائد الشرطة، نحملهم مسؤولية. أي تفليش وهدم طارات التراث النجف نتحملهم مسؤولية بالكامل، وعدنا الدلائل بأنهم هم مشتغلين باسم شهداء أكتوبر، وأتكلم على مسؤوليتي. طبعا هاي الوثائق، هاي الوثائق القطعة المراد تخصيصها المقبرة الشهداء التظاهرات خلال الكشف هذا المبين. الافتراضية للساحة 5000 متر مربع، هاي مبيوعة بيناتهم واصلة 4 مليون دولار، مبيوعة الشخص ثاني بايعها 4 مليون دولار. وين هالشهداء؟ شهداء مدفونين ومعززين مكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لموضوع فيروس كورونا اللي يثير مؤخرا بالعالم وبالعراق على وجه التحديد، طبعا اكو معلومات تفيد انه اكو لاجئين او مسافرين خارج العراق حاليا يردون يجون يعني للعراق، كان ايران، كان تركيا، كان السعودية، قطر، اي دولة من الدول ما نحدد. نطلب من خلية الأزمة الطارئة، ونطلب من وزارة الصحة العراقية أنه يتخذون اللازم بهذا الموضوع، بهذا يتخذون اللازم بهذا الموضوع، وأن يسوون فد حجر صحي خارج العراق، خارج العراق، للتأكد من سلامة المصابين ودخولهم للعراق. بما انه اوعزوا بغلق بعض المزارات، واوعزوا الغاء خطب الجمع مؤقتا، فنطالب من الحكومه، وهي لا حكومه طبعا، بس احنا شو نسوي، نطالب من عندهم عسى ولعل انه وزاره الصحه بالتحديد وخليه الازمه ان يقومون بهذا الاجراء، وهذا الاجراء احترازي وواجب لحماية الناس والعراقيين ومن هذا الفيروس القاتل. وبالنسبة لفيروس، هل هذا الفيروس يؤثر على طبيعة التظاهرات وطبيعة الاحتجاجات وطبيعة الاعتصامات؟ هذا لا يؤثر علينا جملة وتفصيلا. نحن ملازمون للخيم والاعتصامات، ولا نترك ساحة الاحتجاج مهما كلف الأمر، ولن نترك ساحات الاحتجاج والاعتصامات في أيام القنص والقتل والتعذيب والاختطاف والترويع. ما ممكن أن نخرج أو نترك ساحة التظاهر والاعتصامات بسبب فيروس، أو هذا الفيروس نوعا ما يعني مثل ما تقولون الوقاية خير من العلاج، نقدر نوقي أرواحنا بكف أو كمام أو كذا من هالقبيل، وإن شاء الله إحنا يعم الشعب، يعم الشفاء العاجل على الشعب العراقي والمصابين، وإحنا باقين إن شاء الله. أرجع وأنوه، إحنا باقين في ساحة الاحتجاجات وفي ساحة الاعتصامات، ولن نرجع ولن نخضع مهما كلف الأمر، لو مو فيروس، لو مو كل شيء، ما يرجعنا أبد نهائيا، ما راح يرجعنا إن شاء الله. إحنا باقين وملازمين ساحة الاعتصام لحين تحقيق المطالب، وليس مطالب وإنما حقوق، ركز على هاي المعلومة، حقوق وليس مطالب، ركزوا يا عراقيين، هاي مو مطالب، هاي حقوق. بما أنه خلونا سوونا كرة في ملعب جايبين منا ورادين لهنا، احنا همنا ان شاء الله عندنا تصعيد سلمي راح نصدم به الحكومه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ما يهمنا هذا المرض فيروس كورونا، احنا مستمرين وباقيين نفس حد الاعتصام. واوجه رساله للمجلس النواب، احنا قاعدين نقول لكم كافي مماطله،
كافي طعم بالوادم. يعني انتم ما قاعد افتهم، احنا قلنا لكم احنا ردنا لنا واحد كل مجي مستقل، كل ما حامل جنسيتين، ما حامل جنسيه امريكيه، ما حامل جنسيه بريطانيه، ما حامل جنسيه المانيه، ما حامل جنسيه فرنسيه، انت شنو جنسيه ايرانيه، متعدد الجنسيات قاعد يحكمونه. قاعد اقول لكم كافي، ما يعني ما لكم بعد وجود بيناتنا. حتى مجلس النواب بعد ما يمثلني، لا اريد مجلس نواب، اريد رئيس واحد، رئيس واحد اريده مستقر كافي. بعد هي اللي اريدها اني، واللي ما فيروس كورونا يعني، واللي اكبر من فيروس كورونا، اللي ضربنا طلقات وقناص ما همنا اكبر من كورونا، ومستمرين وباقين في ساحات الاعتصام. وشكرا. نحن معتصمين ساعة الصدرين في النجف الأشرف. طبعا احنا اول ما طلعنا مظاهرات ما طلعنا من اجل فترة ونروح، احنا طلعنا شباب تغيير، لازم نغير امراض كورونا اللي سويته ويانا الاحزاب ازيد من كورونا، واللي صار حاليا قاعد يصير، والمرض هذا اللي من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ارحم، ما يمرضنا اني، هو بيده بس ما يمرضنا. ليش؟ لان انا عرفنا على حق يمرض جماعة الأحزاب اللي قتلوا الناس، اللي قتلوا الشباب، ذول اللي يأكلون حرام، هذا يجيهم المرض. احنا ما يجينا، احنا شباب أحرار، الله وكيلك والعباس كفيلك. مستمرين باعتصاماتنا السلمية حتى تحقيق المطالب، وحتى إخراج الأحزاب الفاسدة من العراق، وانتخابات مبكرة، وننتخب الشعب العراقي كله. هسه 90% هو هاي الأحزاب كلها رفضها، بقى 10% بس تبعيتهم. 90% من الشعب العراقي رافض هاي الحكومة، هي وبرلمانها وحكومتها كلها، شيء الأقل ما أريدهم. ومستمرين هاي مراجاتنا، وهاي مراجانات مال الشهداء والساحة، وهاي الشباب موجودة. فإحنا نقول لكم كاف مماطلة، كاف تسويف، خلوا الشعب يعيش، صيروا أمام أمر الواقع، وراكم حساب، وراكم عقاب أمام رب العالمين وتتحاسبون عليه. روحوا خلاق، خلي لكم موقف واحد، خلي الشعب يحترمكم به، كافي جزعت الناس وتعبت. شكرا. والله بالنسبه لوجودنا، اول شيء احنا باقين لتحقيق المطالب بالمشروع، علينا احنا صارنا اربع شهور تقريبا طالعين، فماكو استجابه. فاحنا باقين ان شاء الله لتحقيق المطالب، واكو مضايقات جايه تصير بالنسبه لنا، يعني اكو حتى تهديدات جايه تصير بالنسبه لنا، على انه احنا باقين وما جاي نمل، ورغم انكم ماكو استجابه بس احنا باقين. فاحنا باقين خيامنا هاي مثل إن شاء الله إلى تحقيق المطالب، باقين على يعني على مطالبنا. طيب شنو الفعاليات اللي تسوونها حتى تستمر التظاهرات؟ الفعاليات، أول فعالية يعني فعاليات هواي، مهاجانات، هذا مهاجان جاي يشوفه قدامك اليوم، مشاركة 6 شعراء وثلاثة واديد، على مود نجمع الناس أكثر، لأن الناس تعرف هالفترة صارت أكو يعني أمور صارت تدخلات، فالناس شوية قامت شلون تخاف. فاحنا قاعد نحاول نسوي هاي المهاجنات على مترجع الناس، وتعرف انه ماكو شيء وباقين احنا. من خلال التلفزيون ليسمع العالم كله، نحن صامدون في هذه الساعه في الشارع النجفي، ولا نتهزهز ولا نمل، فاحنا باقين حتى مطالبنا الاخيره. الريد تفليش البرلمان، الحزب الأحزاب تتفلش، وإحنا نطالب بالحقوق المشروعة. أنا لأحاتيك عمر 60 سنة، لا عد تقاعد ولا عد رعاية ولا عد راتب، ثق بهذا أبو الحسن علي، وقدمت معاملات على الرعاية وكل شمال، قدمت على الأراضي وما كل حد الآن. فاحنا نطالب حقوقنا المشروعة. هاي الناس المظلومة، هاي الشباب القاعدة، هاي الشهادات الباقية بلا تحرك، يعني إلى متى؟ إلى متى؟ فاحنا نطالب من خلال هاي القناة أن يستمعون لكلام الشعب، وإلا تصير غير شاء الله. ترى ها؟ من الساحة، ساحة الأحرار، من ساحة المظاهرات، الريد واحد من الشباب هاي، وعنده ثقافة معنوية أن يمثلنا، وإحنا ما نقولهم كل شيء.
احنا من يوم اخذنا قرار انه نخرج ضد الدكتاتوريين والقتله والظلمه والسراق اللي عبث فساد بالارض بالارض والعباد، ان اخذنا قرار على نفسنا ما نرجع الا تحقق مطالبنا، وهذا اخذنا عهد وانطينا دماء وترك الناس تاركه اعمالها وتاركه اهلها ونايمين بالساحات صار لهم اكثر من 14 الى 15، ما حققنا شيء بسيط من مطالبنا ابد، ما حققنا ادنى المطالب، وهم مصرين على انه يبقون هيجي يبقون يسرقون ويقتلون الناس، وصل مرحله قتل الناس الابرياء. قضيه انه هسه اشوف دوائر الدوله معطله، حتى المحاكم معطله، بس ساعات التظاهر ما تعطل، لان الحقيقه انه احنا ياسنا واكثر من يصير تعرض او اطلاق نار، نحكي الشباب نقول ما تروحون تموتون، يقولون احنا اصلا ميتين، لان الشعب يفتقد ابسط مقومات الحياه، واحنا باقين ومستمرين الا زول. هنا اصبحت القضيه قضيه اثبات وجود، لو الشعب لو الاحزاب والفساد والقتله، فالقضيه قضيه اثبات وجود، والشعب قال كلمته، واحنا مصرين ومستمرين بكل ما نبكي، وان شاء الله الساحات عامره بالشباب الخيره والناس، والدعم اللوجستي مستمر، واحنا مستمرين هنا باقي للساحات الا ان تحقق مطالبنا. ولازم الحكومه تكون جديه، العفو مجلس النواب يكون جدي ان يقدم رئيس وزراء عادل، رئيس وزراء مستقل من بطن او من رحم سوح التظاهر، احنا هذا اللي نريده، وكافي كافي سرقه، كافي قتل، كافي الناس انفجعت، الامهات انفجعت، النساء اصبحت ثكاله بازواجهن والاطفال يتتموا على شنو؟ انسان يقول لك اريد وطن، يفتقد ابسط مقومات الحياه تروحون تقتلوه. فاحنا ان شاء الله مصرين ومستمرين على بقائنا، والله هم ما يقمعونا، والله كلنا مشاريع استشهاد من اجل الوطن، وقدمنا الشباب اللي راحوا، احنا مو احسن من عندهم، احنا نتبعهم ان شاء الله الا ان تحقق الوطن. فاصبحت اما ذول الاحزاب والسراق اما الشعب، قضيه اثبات وجود ان شاء الله، وان شاء الله احنا باقين ومصرين، والله ينصرنا ان شاء الله، الله ينصرنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحنا معتصمين بحبل الله ومصرين على ارجاع العراق للعراقيين. هاي اشكرك وجزيل الشكر. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العلي العظيم. إني والد الشهيد محمد رياض مجبل قليب الظواهري الذي سقط في ساحة التحرير، وهي ساحة الصدرين، ساحة الأحرار، ساحة الشهداء الأحرار. مطالبنا واضحة، هذه حكومة فازة، كل الأحزاب فازة، ما نريدها وما نريد واحد يجيبوه من قبل الأحزاب، نريد واحد مستقل من خارج الأحزاب، واحنا مطالبنا طيناها، بس هم دا يسوفون ودا يسوفون وياخذون وقت، يجيبون واحد يظلون يراقون به ويصير عندنا تصعيد، وبعدين يبقون به شهر شهرين، وهم يظلون لحد الان النفط دا يتهرب، الاحزاب لحد الان النفط دا توديه لايران، وكانما ماكو مظاهرات بالعراق، وكانما ماكو موت بالعراق، ليش هذا؟ احنا ايش رايدين؟ ما رايدين نصير حكومه، نريد حكومه شريفه نظيفه، مو ذيول لا لإيران ولا لأمريكا ولا لأي دولة. باسمي وباسم أمو العباس أهالي ساحة الصدرين، أنا عندي واحد بالديوانية ظاهر، وعندي واحد ببغداد ظاهر، وأنا هنا ما نعوف مكاننا أبدا إلا يعطونا حقوقنا، ما المراوغة هاي ما تاكل، عرفت ولا مراوغة ماكو، شي يسوون خلي يسوون، يعطونا حقنا. هالشباب أنا عمري خلاص، لما نعيش اليوم يا حسنين صباح صارت 15 يوم ما هو، قلت له وين كنت؟ جاي قشمر على امي، ها والله بغداد شفته، لا شفته ولا هاي ما حد شافه، خلف الله على جمال اغنيم هو شهد لي، قاعد اسكتها ايش اسوي الان؟ عرفت ولا؟ شنو هالمراوغه هذه؟ شنو هالظلم هذا؟ الى متى؟ شو تتوقع العالم؟ زواج بعد مو قشامر احنا، فتشنا بالليل فتشنا، سوينا الله يسوي لنا شاره، وانتم طلع مريدكم بعد مريدكم جزعنا، تعرف جزعنا شنو هو؟ والا طبوا الخضراء طبوا، وبعد اكو طبه ترى، اكو بعد طبه هاي ما تاكل عندنا، ولا كل ذول شبابنا وولادنا، ذول شبابنا، وقلت لك كلهم اولادي، ذول كلهم اولادي، يقول لي بالديوان القاك ببغداد القاك، وهنا القاك هذا المصور هنا كان سواء سلاح ولا تعرفه، قلت عمي ما يخالف وين ما تلقاه القاك، عرفت ولا؟ وغير هذا الشيء ما عندنا لا مراوغه ولا ولا ولا، نعرفهم ترى واحد واحد، عرفت ولا؟ انا حتى لا عمري خلص ولا خلص، اولادي ذول كلهم اولادي، كل الشاق كل النجف اولادي، كل العراق اولادي، اريد وطن غصبا على عيونهم، يطلعون خلي يطلعون احسن لهم، لا يراوغون، تعرف يراوغون، هاي مراوغه هاي، لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين، اسم ابي عبد الله نسلحهم وش عباد، كافي ظلم، شو تقول شو تتوقع؟ يا فلان نعرف ترى من طقطق الى سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم معتصمين ساحة السدرين. أول شيء إن شاء الله إحنا معتصم تظاهراتنا باقية، لن نرجع مستحيل، لن نرجع مستحيل قبل تلبية مطالبنا. فرسالة للسياسيين والغير الفاسدين أو المندسين، إيش ما يطولون ونقدر نطلعهم، إحنا نقدر نطلعهم، أقول لهم انتفض انتفض هذا الشعب، ثورتنا سلمية، انتفض انتفض هذا الشعب، ثورتنا سلمية، ونقدر نطردك يا السياسي مثل ما طلعنا الوهابية. يا جبناء يا خياس، انتم مرتوا هذا البلد وانتم جيتوا من برا تشتغلوا الموظفين تحت أمرة الدول، انت المتريد الخير للعراق. نحن نطالبكم من هذه ساحة الاعتصامات وهي ساحات الشرف والعز والكرامة، نطالبكم بأن حل البرلمان، حل البرلمان بأسرع وقت، ونريد رئاس جمهوري، ما أريد بعد مجلس نواب ولا أريد مجلس وزراء ولا هاي الكلاوات، وبعد ما تنطلع لينا هاي، وإحنا باقين إلا ما تحقيق آخر مطلب إنه. سبايكر وانقطع بيه، هذا ما قاله المبدع ابن هذه الارض، ابن ايضا من مبدعين العراق عباس البغدادي، فليتفضل. ماتوا غصنا بعد اخضر ضحكه، ماتوا غصنا بعد اخضر ضحكه تلوق للحلوه، لما راح دخيلك يا علي تاخر، وهو الزلمه حقي يريد وطن، كان الوطن حلمه، ليش يرد شهيد ومات ويطيح بكل كتر دم، وهو الزلمة حقي يريد وطن، كان الوطن حلمه، ليش يرد شهيد ومات ويطيح بكل كتر دمه، التحب الشيب اخذها بيوم جابوا نعشة وام الصيح، هذا ابن الصدق زلمة ابوه ما عرف طار النوم، ناذر عمره كله يروح لو مرة وصدق شمه، امه كلها هاي ابني هاي ابني، نسيت امك خنقها الشوق، دزلي من القبر نسمة، امه كلها هاي ابني نسيت امك خنقها الشوق، دزلي من القبر نسمة، هاي احوالهم يا ناس، هيج اهل الشهيد اليوم ملتمين يم جسمه، الطاح بساحة الصدرين قرار الريد كون يصير كل تاريخنا باسمه، عقال ما يجيب الحق حرام نقله شيخ فلان بعد مو ما نحترمه، سياسي سياسي عقال ما يجيب الحق بعد خدمتك وبعدك الايتام ما ضاقت رغيف، بزود السياسة هواي، بزود السياسة هواي، كثرت لك ايتام يا علي، هلالك عيد والفقرة صيام.
لا زلت مرة أخرى أحبتي أراهن على الوعي والثقافة التي توجد هنا بيننا. عيش حر وأن تفض ضد التناقض والزعامات المريضة. لا تعيش وأنت خايف. عيش حر وأن تفض ضد التناقض والزعامات المريضة. عيش ثورة، الثورة لو شح الخبز تصبح فريضة. عيش ثورة، الثورة لو شح الخبز تصبح فريضة. وعيش فكرة وأبد لا ترهن أفكارك وأنت فكرة. وعيش فكرة وأبد لا ترهن أفكارك وأنت فكرة. وانتقد كل شيء مخالف، لا تبرر، لا تطيح، ولا تجامل على الحقيقة. ما يفيدك ندم باكر حتى لو عضعض ديك بكل دقيقة. وانتقد كل شيء مخالف، وانتقد كل شيء مخالف، لا تبرر، لا تطيح، ولا تجامل على الحقيقة. ما يفيدك ندم باكر حتى لو عضعض ديك بكل دقيقة. معاتب الدم اللي يذمك لو بقيت الفكر ميت. معاتب الدم اللي يذمك لو بقيت الفكر ميت. لا تموت وانت عايش. عيش صوت وارفض الذلة بصرختك. عيش صوت وارفض الذلة بصرختك. باكر من تموت ثاير ينحسب صوتك مزار. باكر من تموت ثاير ينحسب صوتك مزار. باكر من تموت ثاير ينحسب صوتك مزار. وانت قارن تنمي شم حصلين خايف من الأحزاب. دائما نسأل هذا السؤال عليه من مظاهراتكم، ليش طالع من مظاهرات؟ يا أبا والله كل واحد من هذا الشباب يحمل فت قصة، قصة مؤلمة، يحلم فت مطلب، يحلم يتزوج، يحلم يصير عنده عائلة، يحلم يصير عنده بيت، يحلم يصير عنده شبر بالعراق، في حين بعض الساسة المسؤولين كلهم عندهم مليارات بينما هذا الشاب شبر ما عنده بالعراق. فأنا أقول له، هاي صار نقاش بينه وبين واحد، فقلت له، شو محصلين خايب من الأحزاب؟ شو محصلين خايب من الأحزاب وعدونا بذهب والواقع تراب؟ شو محصلين خايب من الأحزاب وعدونا بذهب والواقع تراب؟ صرنا ارقام عندهم لما نموت فيهم هم الشايب طاح لو شاف. شو محصلين خايب من الاحزاب 16 سنة يقولون الكهرباء راح تتحسن وحتى بشتى ساعتين بساعتين مو. شو محصلين خايب من الاحزاب وعدونا بذهب والواقع تراب. صرنا ارقام عندهم لما نموت فيهم هم الشايب طاح لو شاف. صار سنين نحفر بس بالقبور بحيث القاع شبع سدة الباب. صار سنين نحفر بس بالقبور بحيث القاع شبع سدة الباب. تقل فلان جاهد خايب شبيك يصعد على التمازم يرضى الأجداب. تقل فلان جاهد خايب شبيك يصعد على التمازم يرضى الأجداب. صح تشوفه يلطم بس والحسين يصفق للشمر بس لابس انقاب. تقل فلان جاهد خايب شبيك يصعد على الجمال يرضى الاجداد. شوفه يلطم بس والحسين يصفق للشمر بس لابس انقاب. صح تشوفه يلطم بس والحسين بعاشور التعازي مالتهم الدق يصيحون يا حسين بينما من يطلع الشاب الظاهر على موت حقه يقتلوه بالقناص لو بغسيل الدموع لو بالطشاريات مال بنادق الصيد عبالهم احنا حيوانات يعاملون هالمعامله. تقل فلان جاهل خايب شبيك يصعد على الجماجم يرضى الاجناب. صح تشوفه ينطم بس والحسين يصفق للشمر بس لابس انقاب. فتح عقلك وخل نحكي معقول. فتح عقلك وخل نحكي معقول. تهوس للحزن بس قاعد اجار. فتح عقلك وخل نحكي معقول. تهوس للحزن بس قاعد اجار. وطالع تخطف الما ضايق النوم اظل بلا عشا وما عنده دينار. وطالع تخطف الما ضايق النوم اظل بلا عشا وما عنده دينار. وطالع بلا عشا
وما عنده دينار، تهدد لو قتل شان نرفض نعيش، ابذله وما قبلنا بشلة العار. اصحى اصحى العيب بس على الرفض يقوم، اللي يمسح بالكراسي ودمه مو حار. اصحى العيب بس على الرفض يقوم، اللي يمسح بالكراسي ودمه مو حار. دمنا الحار شيا وياد الجفوف، دمنا الحار شيا وياد الجفوف، وسوينا فعل ما سوته كبار. ابو قليل كتبيش انت البيت كيف تعيش خطار، بسوالف المذهب تنخدع ليش انت البيت كيف تعيش. ما بيوت وبيت الشهيد اشتعلت النار، وبيت الشهيد اشتعلت النار. كم هو سوال ما بينا وما بينا اللي يخرب بيوت بينا البيت جوري، وما بينا اللي يخرب بيوت بين البيدة جورية. مسيل دموعكم ما يفيد بنت الخمس ياليين، شي يفيد الحرامية. هاخو تهاب هاخو تهاب ما اسمع هاخو تهاب، والبايق حقنا انتو صيدة، والبايق حقنا انتو صيدة، والبايق حقنا انتو صيدة، والبايق حقنا. تظاهرنا وبعد مصير كل شاب، واللي ينقل اخباره اخو تهاب. خيق لهم منصوب الخيمه، خيق لهم من برا يضل بس الشعب واحزابكم فر خضر تاليها بدمان الخضر تاليها. صرنا ارقام عندكم يلتحكمونا، صرنا ارقام عندكم يلتحكمونا، ما يهمكم الموت بساعة تنسونا، بساعة تنسونا. لا تعبون باكر، لا تعدمون باكر من تلاقونا. نسحكم ونعل الراية، نسحكم ونعل الراية، نسحكم ونعل ديها حتى عظام ماكوش عندي وانطيها. لم جلابك الإيران وديها، كل ديال نسحقه برجلينا، كل ديال نسحقه برجلينا، كل ديال نسحقه. أكبر كذب ومسالبة يا شمران. أرجو المحافظة على نجاح المهرجان أحبتي، وأرجو إخلاء دار الجار ويخرب داره، يعمر دار الجار ويخرب داره. هذا ينطبق على كل السياسيين الظالمين، فلتتفضل ويشكرون. ما بيك غير العافية. يا بلد السلام عليكم. قصيدة كتبها قراءة الشاعر سجاد الغريب. هدايتك نقف حدادا على أرواح الشهداء وقراءة سورة الفاتحة. ابتي سكتك القاع ما تضطر رزقها ولا يمض بيها الدمع وتصير ترفة. تريد تبكي ابكي سكتة القاع ما تضطر رزقها ولا يمض بيها الدمع وتصير ترفة. تريد تصرخ اصرخ بوجه الرصاصة. الفن زد عينك صغير اعلى غصن ولايتك واستخربنك. تريد تصرخ اصرخ بوجه الرصاصة. الفزيزة عيني عصافيرة على غصن ولايتك واستغربنك. أخوتك طايحة الفرم في صدرك، أخوتك طايحة الفرم في صدرك. عيش قائد السياسة، تريد قائد، تريد منزل ناسنا تغير وردها. عيش قائد السياسة، تريد قائد، تريد منزل ناسنا تغير وردها. تريد تلطم ألطم وكسر الكراسي. حسين ثورة، حسين ثورة وعاش ثورة، حسين ثورة وعاش ثورة. اطبق القاسي لا تخلوا طفت وذبح البهايم. حسين ثورة وعاش ثورة، اطبق القاسي ولا تخلوا طفت وذبح البهايم. ليش تندل الدرب وتقول جايم وانت تمشي مدنك بظهر العمايم؟ ليش تندل الدرب؟ ليش تندل الدرب وتقول تايه وانت تمشي مدنك بظهر العمايم؟ كافي
ولادها وقصايدها او حزنها او طور ذاك الانفجار اي موت الحنة بطننا الطور مقبرة السلام الملة معادة باهلنا. منين ما تلزمني؟ منين ما تلزمني جيك؟ منين ما تلزمني جيك؟ منين ما كفو الوطن يجوين جرحة؟ منين ما كفو الوطن يجوين جرحة؟ هاك علمنا من الثورة، هاك علمني أرض الثورة، هاك اللي بروحك بجفك وهاك اللي بروحك بصدرك، القاع خشنة ودمك بصدر يفور، القاع خشنة ودمك بصدر يفور، أرض الثور تجوحك روحها على جنحان ومدهتك، البيك فيها البيك فيها ناس ما تدورني بيك، البيك فيها دورني بيك الرصيف اللي بيأثر طفلة وخزرني الهتام تريد حيدر السياسة سيوف فرحة الشعب وحراب دم السياسة سيوف فرحة والشعب وحراب دم. منين ما تنزمني جيك؟ منين ما تنزمني جيك؟ تريد دم؟ انطيت اخوتي تريد دم؟ انطيت اخوتي تريد تسبي الموصل البيع خوات من السبي طاحن على حجفك حجفك وجفي وخلي ورد على قبر الفارقوني قوم دك باب على جارك قوم دك باب على جارك مو وقت نوم سبانك قوم دك باب على جارك مو وقت نوم سبانك الأحزاب تاكل الضلع الفقير الأحزاب تاكل الضلع الفقير تريد تصبعك قص صبعك وخلي ترجية برقبتك تريد تصبعك فاعلموا ان العراقيين سوف يربحون الموقف علم فارسي. اما المندوب الزبيري الذي قصد الكوفه يقول ان العراقيين اهل عناد ولجاج. واعلموا يا احبتي المتظاهرين انهم قد راهنوا على ملل المتظاهرين. قد راهنوا على ملل الشارع العراقي، قد راهنوا على ربما أن توجد ذرة جهل لدى العراقيين والتي سوف تمكنهم من الانسحاب بالضغط أو القتل أو الخطف أو غيرها. فنرجو الانتباه إلى هذه النقطة. أما الآن مع المبدع والمتألق أيضا من النجف الأشرف وابن العراق حيدر الربيعي فليتفضل مشهور. الأخوة القصري أبناء النجف الأشرف أبناء علي وأبناء أبي طالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأصحاب الدعوة، شكرا لأخواتنا الأمنية اللي مرافقة الحماية هاي الساعة. صلوا على محمد وآل محمد. قبل كل شيء إلى سيد المظاهرات، مشت ثورتنا بالدم حتى ما تعتر زلم بين صلابة عادل المرمر. وطننا 18 خرزة وشباب الخيط إذا تقطع الخيط الخرز يتطشر. قالوا لي الحلم يكبر بعين الناس، قلت لهم نعم بس العراق أكبر. قالوا لي شمر، قلت إيه معصوم إذا ما بيبخت شاليش قلب أخضر. دولة رازقي بس الملك عاقول إذا نصلح شوك الناس تتعور. إش ما يعبر رقمهم ما بيبخت شاليش قلب أخضر. دولة رازقي بس الملك عاقول إذن كستان اللي يجب على الضغط ساعة مو مهزانة واللي يلتع